وصلت المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدة الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى بوابة معبر رفح. كانت المرحلة الثانية قد انطلقت متضمنة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات. بعد ايام قليله من اطلاق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي المرحله الاولى من القافله السادسه للمساعدات الانسانيه المقدمه للاشقاء الفلسطينيين انطلقت على الفور المرحله الثانيه للقافله التي تتضمن اكثر من 126 شاحنه محمله باكثر من 2400 طن من المساعدات القافله مكونه من 126 قاطره محمله بمواد غذائيه مواد طبيه ومياه معدنيه وملابس وبطاطين وخيام ومراتب يعني حوالي 2060 طن مواد غذائيه و185 طن مياه معدنيه و64 طن مواد طبيه و21 طن ملابس وبطاطين و20 طن خيام ومراتب. جمله التريلات اللي موجوده النهارده 126 تريله، بنك الطعام المصري بيشارك ب 40 تريله منهم 34 تريله من الشاحنات الخاصه ببنك الطعام محمله كل شاحنه ب 1200 طرد مواد غذائيه، ست شاحنات محمله برز ودقيق. مشاركه بنك الطعام المصري باستمرار بتبقى مواد غذائيه وفقا للاحتياج الموجود. احنا بنتواصل مع الجانب الفلسطيني عشان نعرف ايه الاحتياج الموجود عشان نلبيه في الطرود او المواد الجافه اللي احنا ايه بنبعتها جمله عدد الاطنان اللي مشاركين بيها النهارده 646 طن متوسط الشاحنه الواحده بيكون 16 طن وفي ظل ما يعانيه قطاع غزه من نقص حاد في الغذاء والادويه، جهز التحالف في هذه القافله اكثر من 2000 طن من المواد الغذائيه، بالاضافه ل 64 طن من الادويه والمستلزمات الطبيه، فضلا عن عدد من الخيام والمراتب والمياه المعدنيه. يشارك في القافله مؤسسات التحالف الوطني التي تواصل العمل على قدم وساق لتجهيز عدد من القوافل الإنسانية منذ بدء الأزمة صناع الحياة بتشارك بخمس شاحنات خمس شاحنات دي تضم بعض المساعدات الغذائية عشان يكون إجمالي المساعدات اللي قدمناها 180 شاحنة خلال الست قوافل اللي طلعت المساعدات الغذائية دي بتختلف من مساعدات غذائية مساعدات صحية معونات شتاء ودي بتقدم بتتقدم لاهالينا في غزه بشكل بشكل دوري مستمر من خلال القوافل اللي بتتم من خلال التحالف الوطني. قوافل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تاتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري للاشقاء في قطاع غزه في اطار سياسه مصر الراسخه بدعم القضيه الفلسطينيه. محمود جميل التلفزيون المصري